close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. مساء الخير لكم متتبعاتي الفاضلات والعزيزات. اليوم في الفيديو ديال اليوم كنقدم لكم منتوج جديد اللي هو من المجموعة كما كتشوفوا معنا لوريال باريس هوت اكسبيرت للشعر الضعيف والمتقاسف كما كتشوفوا هنا شيفو ابيمي. هذا المنتج هذا اللي انا سبق لي واستعملته وبغيت نعطي الراي ديالي فيه، فهو يعني منتج رائع في الاستعمال ديالو. كيجي هو ان سوان ريباراسيون كما هو مبين هنا، كذلك فهو سون سولفات كما كنعرفوا. فمن الاحسن بالنسبه للشعر استعمال المواد الخاليه من السولفات ومن البارابين. هذا السوان هذا هو سوان دي ميلون يعني ملين، كيعمل على اعاده يعني لا فورس ديال الشوفو الريباراسيون، الاعاده ديال البناء واعطاء القوه للشعر المتضرر والمتقصف. و كيجي بليويل بوتانيك وباللي هما الروزماري اند مينت يعني بالاكليل الجبل وعشبة المينت كما كتشوفوه هنا وموضح امامكم. فانا هاد العبوة هادي فسبق لي بديت بالاستعمال ديالها، وانا ديجا كنستعملو يعني كل ما كملات لي كنجيب عبوة اخرى. هاد العبوة راها كبيرة يا البنات كما كتشوفو، فهي متكونة من او بالاحرى كتحتوي على 250 مل، وكما مكتوب هنا ومبين فهو الشعر قلنا الفخاجي الابيمي المتضرر والمتقصف يعني، واللي كيعاني من التلف من كثرة استعمالاتنا للسوشوار او المواد اخرى يعني مثل صبغات الشعر. هاد المنتوج هذا او هاد لوسوان هذا ريباراسيون كيعمل على اعطاء يعني الشعر واحد النوع من الفيتاليتي اللي هي الحيويه والنوغيت يعني التغذيه بالنسبه للفيبر ديال الشعر. هاد المنتوج هذا قلنا كيجي سون سولفات سون بارابين، كيعمل على يعني تجديد البصيلات ديال الشعر والشعر المتقصف كما هو مكتوب هنايا امامكم. وبالنسبه لطريقه الاستعمال فهو بعد الاستعمال ديال الشامبو اللي هو من نفس الماركه اللي قلنا بلي انه كما مبين هنا افري فورس سيستيم سوان ريباراسيون سون سولفات، فهو كاين شامبو بحالو هذا دي ميلون، كاين خوه شامبو في نفس الشكل هذا كيجي بنفس الشكل. قلنا بالنسبه لطريقه الاستعمال فهو بعد يعني ما كنستعمل الشامبو اللي هو الريباراتريس افري بيور، غير هذا سميتو افري فورس، لاخر سميتو افري بيور، كنستعملوا هاد كنطبقوا هاد دي ميلون هذا اللي هو كما قلت لكم ديال الشعر المتضرر والمتقصف، كنستعملوه على شعر فازق وكنخليه واحد 5 او بيان 10 مينوت على الشعر ديالنا راه تمام تمتص الشعرة او يمتص يعني شعر الجذور ديالو. هاد ويستفد من هاد المنتج هذا او من هاد الوسوان هذا اللي كيعمل على احياء وتجديد الشعر والبناء ديالو يعني وحمايته من التقصف ومن التضرر اللي تعرض ليه. فصدقوني يا البنات هاد المنتج هذا رائع، كنصحكم يعني تجربوه وتعطيونا يعني تعطيونا الراي ديالكم فيه. كما كتشوفوا هنا فهو يعني انتغريتي اي ريباراسيون دو لا فيبر، كيعمل على الحمايه قلت لكم من الاعماق من الداخل، كيجي الداخل يعني ديال الفروه ديال الشعر من الجذور وحتى من الاطراف كذلك.
هو اللي باش عجبني انه سون سولفات، يعني كدائم انا كنصحكم في الفيديوهات السابقه ديالي بلي تبقاو تستعملوا المواد اللي كتكون خاليه من السولفات او من البارابين او من السيليكون على حسب المنتج، سواء كان سواء يعني ريباراسيون، سواء دي ميلون شامبو، دي ستيك على العرق، دي كريم، نامبورت برودوي كنتو كتستعملوا، فمن الافضل ومن الاحسن يعني استعمال المواد اللي قلت لكم تكون خاليه من السلفات البارابين والسيليكون. والرائع في هذا المنتج هذا انه لوريال منساتش يعني السيدات، فهي دائما كتجيب الجديد وكتجيب الجديد، وانه جات يعني بمنتج اللي هو الريحه ديالته هائله ورائعه وغزاله يا البنات كما كتشوفوا. فهو قلت لكم كيجي بالزيوت الطبيعيه، وحنا كنعرفوا كلنا باللي ان الزيوت الطبيعيه فهي حليفه للشعر، يعني سواء كنتو كتستعملوا منتجات اللي هي بحال هكذا، سواء كنتو كتستعملوا منتجات او خلطات منزليه اللي كتدخل فيها عده انواع من الزيوت اللي كتعمل على التشرب بالنسبه للشعر، ويعني ويخليه رطب ويعطيه الحيويه، لان كنا كنعرفوا بان الشعر ديالنا كيتعرض لاضرار وعده عوامل بحال التلوث والى اخره والصبغات والتلف وكثرت لي يعني لي سوشوار ولي ليسون اللي كنستعملو عليهم. فقلت لكم هاد المنتج هذا باش زوين انه كيجيب بزيوت بوتانيك اللي هي زيوت نباتيه وغزاله يعني وبيو كما كتشوفوا هنا. وهو هذا كل ما موضح يعني بالنسبه لهذا المنتج هذا، فحبيت نشارك معكم الراي ديالي فيه، وحبيت نشارك معكم يعني هذا المنتج هذا. راه انا ديجا كنستعملوه، هو والشامبو ديالو كما كتشوفوا راه ديجا ريحته غزاله يا البنات، كيجي بحال هذا الشكل هذا، جيت نوريكم شويه وما عليكش. فهو قلت لكم دي ميلون الريحه ديالو غزاله، كيجي رائع جدا، وكنتمنى يكون يعني الشرح واضح كما هو موضح امامكم. فهو من فدائما كنعرفوا بلي لوريال باري كتجي دائما بالجديد للشعر، وكل ما كيخص المراه بالنسبه للعنايه ديال الشعر ديالها او ديال من ناحيه المواد التجميليه او المواد الطبيه، وكتدخل فيها عده عناصر وعده مكونات طبيعيه، وكتعمل على قلنا الحمايه وعلى الحمايه وعلى يعني اعاده الشعر يعني الطبيعه ديالته. فهذا كل ما جاء في هذا الفيديو ديال اليوم، كنضرب لكم موعد جديد في فيديو قادم مع منتج جديد والرأي ديالي حول هذا المنتج يعني كيف ما كان. وإلا ما عملتوش أبوني ما تنسوش تعملوا أبوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. خليتكم في راحة الله. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.